يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى. ومن أحق بنعت المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف. فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين. إلا بالفراق. لشعيب بن الحسن الأندلسي أبي مدين رحمة الله عليه، ذلك الولي المشهور، له قصيدة أحبها كثيرا، يتكلم عن حال أهل الله سبحانه وبحمده، عن أولئك الذين أبصروا المسكنة وجعلوا المسكنة في قلوبهم، فقال: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما قدموك ورى. وقد اعتنى بها الأئمة وصنفوا فيها مصنفات، منهم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمة الله على الجميع. وهنا يشير أبو مدين رحمة الله عليه إلى هذه الحال، أن الإنسان مطلوب منه أن يكون مسكينا، يعني مسكنة القلب ورقته وضعفه، فإن هذه هي الحال الموصلة إلى ذي العزة والجلال سبحانه وبحمده. وقد ثبت في حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، وإن كان ضعفه جمع آخرون، ولكن صنف فيه الإمام ابن رجب رحمة الله عليه رسالة نفيسة اسمها اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رب العالمين في الرؤيا، فسأله رب العالمين سبحانه وبحمده فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا علم لي يا رب. فوضع رب العالمين سبحانه وبحمده كفه على صدره حتى وجد برد أنامله بين ثدييه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا نؤمن به ونثبته كما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونكل كيفيته إلى رب العالمين سبحانه وبحمده. ففي هذا الحديث في نهايته يقول له رب العالمين: سل. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، حب عملي يقرب إلى حبك. وفي أوراق من سدرة المنتهى كنت قد عرجت على بعض لطائف هذا الدعاء الشريف ودلالته على حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لرب العالمين سبحانه وبحمده. ففي هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك حب المساكين. ليست المسكنة مسكنة الفقر، فقد يكون الإنسان ثريا غنيا ذا وفرة وثراء، ومع ذلك يكون مسكين القلب، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ومن قبله سيدنا الصديق رضي الله عنه، فإنه كان أسيف القلب رقيق القلب، لا عن ضعف ولا عن قل وفقر، ولكن كان عن افتقار لله عز وجل. مسكنة القلب أن يكون دافئا بالذلة لله عز وجل، أن يكون فارغا من رؤية النفس. فهذه المسكنة هي الحال المطلوبة للعبد. وقد ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث روي عنه صلى الله عليه وسلم ضعفه أهل العلم ومشاه بعضهم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذه المسكنة المقصودة هنا يعني مسكنة القلب،
مسكنة القلب، فراغ النفس من رؤية النفس، أن يكون العبد ذليلا لله عز وجل، ألا يكون في قلبه كبر ولا عجب، حتى يكون مستفتحا في هذه الدنيا جنة معجلة بسلامة الصدر من الأكدار والأضداد. فإن الإنسان إذا خلا من مسكنته، تلك المسكنة ذلك الحال الذي يضفئ القلب، فإنه يكون متعجرفا بعيدا عن الله عز وجل، ثقيلا على الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وصف أهل الجنة: أهل الجنة كل ضعيف متضعف أو متضعف بفتح العين أو بكسرها، متضعف يعني مسكين لله عز وجل، يذل لله عز وجل، يتمسكن بين يدي ربه سبحانه وبحمده، يعظم ربه تبارك اسمه وتعالى جده، ويجله ويحقر عمله، لا يتكئ على عمله، لا يرى عمله، لا يقول أنا وأنا كحال إبليس. بينما أهل النار، وأهل النار كل جعذري جواظ مستكبر، جعذري قاسي جافي غليظ، بينما ذلك الآخر الذي يكون من أهل الجنة كل ضعيف متضعف، إما أن يكون يستضعفه الناس لرقة حاله ومسكنة قلبه والسلامة من شره فيستضعفونه، لكن هذا يكون من أهل الجنة، يوقد في قلبه سراج المحبة والذلة والمسكنة لله عز وجل، فيكون قلبه دافئا. أما الآخر فيكون قلبه مستوحشا باردا قاحلا، لا تأنس به ولا تجد في مجالسته ربيعا يتهادى إلى نفسك، بينما الآخر يطفئك بسلام نفسه وسكينة قلبه واغتساله من رؤية الأنا وبراءته من أتربة الكبر والعجب والرياء والعمل للناس. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الذي مضى أيضا في صحيح مسلم، هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة أن الجنة والنار قد احتجتا تخاصمتا، فقالت النار: يلجني والعياذ بالله المتكبرون، وقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال رب العالمين سبحانه وبحمده للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار عياذا بالله عز وجل: أنت عذابي والعياذ بالله، أعذب بك من أشاء. ولكل منكما ملؤها، أي هذه تسكن كلها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة بفضله ورحمته، وهذه تسكن كلها من أهل الشقوة والعياذ بالله، وأهل الكبر والعجب والمتكبرين والمتفاخرين، أولئك الذين نسوا مسكنتهم. فالمسكنة حال مطلوبة، أن يكون العبد دافئا بالمسكنة لله عز وجل، فيكون قريبا من رب العالمين سبحانه وبحمده، ويكون قريبا من مغفرته ورحمته سبحانه وبحمده. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها شأن المتكبرين المتغطرسين الذين نسوا مسكنتهم وفقرهم لله عز وجل، فضادوا شرعه وخاصموا أوامره ونواهيه سبحانه وبحمده، فأفسدوا في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، دعاء عبادة ودعاء مسألة، هذا الخائف الطامع والفقير كما قلت لك يكون طامعا، وإن شاء الله سيأتي معنى هذا، طامعا في الله عز وجل في رجاء عفوه، في رجاء رحمته سبحانه وبحمده، يكون طامعا خائفا من ذنبه، خائفا حتى من عدم قيامه بأمر ربه على مراد ربه سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يقوم بالعمل على وفق مراد الله عز وجل، مصليا صائما كافا أذاه عن الناس، ومع ذلك يكون واجلا، أولئك يسارعون في الخيرات، يكون واجلا، لا يتكئ على عمله، لا يعجب بعمله، هو يعلم ضعفه ويعلم أن ثمرة الضعف الضعف،
ويعلم نقصه ويعلم أن نتاج النقص نقص، فيكون خائفا وجلا قائما على ساق الافتقار داخلا إلى ربه سبحانه وبحمده، وقد تدثر دثار المسكنة، فيكون قريبا من ربه سبحانه وبحمده، قريبا في إجابة الدعاء، قريبا حتى في مغفرة الذنب، أنين المذنبين المستغفرين بالأسحار، أحب إليه من زجل المسبحين، ذلك الذي كسره ذنبه وآلمه صخب المعصية في صدره فضج إلى ربه سبحانه وبحمده فارا إليه من ذنبه الذي اشتعل إلى أنوار العرش إلى أنوار التوبة، يفر إلى ربه سبحانه وبحمده فرار المسكين، فيكون تائبا إلى الله عز وجل، فيكون هذا قريبا من رب العالمين سبحانه وبحمده. قد لحقه حال تصبغه بالمسكنة لله عز وجل، يذكر ذنبه، يحقر عمله، لا يلقي بالا لنفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصحابة كلهم كما في الصحيحين: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، فرغوا أنفسكم، حال المسكين أنه لا يرى نفسه يملك شيئا، لا يرى نفسه محسنا، إنما هو على وجل من ذنبه وعلى طمع رجاء لرحمة ربه سبحانه وبحمده. فقال الصحابة كلهم بكلمة إجماع، ولم يتنفس واحد منهم وحاشاهم: لقد فعلنا وجاهدنا ونصرناك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء تلبسوا بالمسكنة رضي الله عنهم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا كانت هذه حالنا ونحن نعلم حالنا، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إنما أنا عبد مسكين القلب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تمم العبودية ونال شرفها الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتمم هذه العبودية، ومع ذلك يقول إيه: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه المسكنة هي التي يستفتح بها الإنسان باب الجنة، فيكون قد أخذ بصفة أهل الجنة، أولئك المساكين الذين رقت قلوبهم وتمسكنوا بين يدي ربهم، وعلموا أنه لا نجاة إلا بالله، ولا قبول إلا بالله، ولا رحمة إلا من عند الله سبحانه وبحمده، ويعلمون أن أعمالهم لا تليق، فيرددون مع الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، المسكين لا يرى لنفسه حقا. حق ماذا أيها المسكين؟ ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله وهو الكريم الواسع، كما قال رب العالمين في الحديث الإلهي الجليل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لا ينظر معجبا بنفسه المسكين، لا يكون كذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قد أعانه ربه وأرشده بالهداية ووصله بكتبه وأرسل إليه رسله، ومع ذلك أعرض. ولذلك يدهشك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة، هذه كلية شاملة، إلا من أبى. لم يقل عصى وحسب، ولكن جعل عصيانه إباءة، أبى. كأنك تقول لإنسان: هذه جائزة حياتك الكبرى، فيقول: لا أريدها. يقال له: تعال إلى الجنة، تعال إلى الجنة، ابتعد عن النار، تعالى الخلق المستقيم، إلى الهداية، إلى الرشاد، إلى سكينة القلب، إلى طمأنينة النفس، إلى زكاة النفس، إلى نورها، إلى بهجتها. أنت لا تطيق أن تعيش في هذه الدنيا التي ملئت بالأضداد والأكدار، لا تعيش فيها إلا بالله. ومع ذلك يقول: أبا أنا، فمن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه حال المسكنة، كان من أهل الجنة،
أن يكون مسكينا في قلبه وحاله وتواضعه لله عز وجل، ولو كان من ورائه وكان في أرصدته الدنيا كلها، لكنها مسكنة القلب، ذلته وانكساره لله عز وجل. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين. يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء العجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى، ومن أحق بنعت المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف، فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين بالفرار.